وليس لك وليس من حق أي مخلوق على وجه الأرض. إن كنت تملك الدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله بفهم سلف الأمة الصالح من الصحابة الأطهار والتابعين وتابعيهم الأخيار فحي هلا، تكلم بعلم، تكلم ببينة، تكلم بدليل. أما أن يظهر فلان أو أن تظهر فلانة لنتكلم في دين الله تبارك وتعالى بهذه الصورة بغير بينة وبغير علم، وربما أقدم العقل على صريح النقل في كتاب الله أو على صحيح النقل في سنة سيدنا رسول الله بدعوى العلم، لا، فليس هذا من العلم، ليس هذا من العلم. العلم قال الله قال رسوله بفهم دقيق ووعي عميق كما سأبين في حلقة الليلة. واسمحوا لي أن أفرد الحلقة كلها لهذا الموضوع الخطير لما تعانيه الأمة الآن من فوضى في قضية الكلام والفتوى في دين الله تبارك وتعالى بغير علم. أسأل الله أن يرزقني وإخواني جميعا من أهل العلم الإخلاص والصدق والسداد والتوفيق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. العلم أيها الأفاضل، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. رفع العلم وقدمت كثير من الرؤوس الجاهلة بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لتكتب، لتتكلم، لتوجه على غير مراد الله وعلى غير مراد رسول الله. والفتنة الكبرى، الفتنة الكبرى حين يتكلم في دين الله تبارك وتعالى بغير دليل وبغير فهم دقيق لمراد الله ورسوله من أناس يتكلمون بألسنتنا ويلبسون ملابسنا وأزياءنا. لذلك يقول حذيفة بن اليمان كما في الصحيحين: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، أي قبل الإسلام، فجاءنا الله بهذا الخير أي بهذا الإسلام، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال المصطفى: نعم. قال حذيفة: قلت: فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. يا سلام على الصادق صلى الله وسلم وبارك على من لا ينطق عن الهوى. قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر، تعرف منهم، ستسمع كلاما، ايوه ده كلام صح، ده كلام صح، وستسمع مش ممكن يكون ده كلام ربنا، ولا ممكن يكون ده كلام النبي، ولا ممكن يكون ده هو الاسلام، تعرف منهم وتنكر. قلت، قال حذيفة: قلت: فهل بعد ذلك الخير أي الذي شابه الدخن من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم. يا رب سلم، دعاة، أيوة دعاة على أبواب جهنم. من أجابهم إليها؟ قذفوه فيها، قذفوه فيها. قال حذيفة: قلت: صفهم لنا يا رسول الله. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. وفي لفظ مسلم قال: رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. صلى الله وسلم وبارك على المربي والمعلم. فتن، فتن رهيبة. رفع العلم، ليس معنى ذلك أن تخلو الأرض من قائم لله بحجة، لا، ليس هذا هو المراد أيضا، بل يظهر الجهل بصورة أكثر ويقل العلماء الربانيون. أما أن تخلو الأرض من العلماء الربانيين القائمين لله بحجة فلا فلا فلا، إذ لابد من قائم لله بحجة في الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فأبناء الطائفة المنصورة لا يخلو منهم زمان ولا مكان. أرجو أن تكون المسألة واضحة
حتى لا يستشعر أحد أحبابنا بتعارض في سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول كما في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه: لا تزال طائفة من أمتي قائمة. طائفة، شايف كلام النبي الغالي؟ لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله، لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، وفي لفظ وهم ظاهرون على الناس. يبقى لابد أن تبقى الطائفة المنصورة لتوجه، لتبين الحق بدليله من كتاب الله ومن كلام الصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الجهل فبصفة عامة يكثر الجهل بالقرآن والسنة، يكثر الجهل بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من أجل ذلك أيها الأفاضل، النبي عليه الصلاة والسلام كرم العلم وزكى العلماء، والقرآن الكريم قبل ذلك بين فيه ربنا تبارك وتعالى فضل العلم ومكانة وكرامة العلماء في كثير من الآيات. تدبر معي قول الله: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ مش مستحيل. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. بل وقال جل جلاله: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. الله أكبر. إن أول من شهد لله بالوحدانية هو الله، ثم الملائكة، ثم ثلث بأهل العلم. قال ابن القيم: وهذه هي العدالة في أعلى درجاتها، فإن الله تعالى لا يستشهد بمجروح. شهد الله أنه لا إله إلا هو، أول من شهد الله بالتوحيد هو الله، ثم والملائكة، ثم أولو العلم. وأولو العلم العلماء. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام كان يحتفي بالعلم وبطلاب العلم وبالعلماء حفاوة بالغة. يقول لعلي رضي الله عنه، والحديث في الصحيحين: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يا شايف مكانة العلم. بيقول للنبي لعلي: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. شايف الكرامة والمكانة. بل ويقول صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجة والبيهقي وابن حبان وغيرهم بسند حسن بشواهده من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما، أي علما بكتاب الله وبسنة رسول الله، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن الملائكة لتضع أجنحتها